الإجراءات الاقتصادية المصرية من جهة، ثم استخدام الموارد وتفعيل الموارد الاقتصادية المصرية، احنا ماشيين صح ولا غلط؟ الجانبين اياهم بيقولك انتوا طول الوقت غلط. اقول له طيب، هو على سبيل المثال ان مصر تمتلك او مصر قادرة على امتلاك حقول غاز كبرى في منطقة شرق المتوسط، معلومة حديثة بقالها سنة او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او عشرة؟ لا، المعلومة موجودة. طيب، هل كان في إرادة حقيقية من القيادة السياسية إن مصر تفعل هذا المورد الهام؟ طبعا لا، بدليل إنها ما فعلتوش. يبقى لما يبقى عندي قيادة سياسية تمتلك هذه الإرادة والإخلاص والإصرار على تفعيل الموارد الاقتصادية، يبقى ده معناه إيه؟ أنا كده ماشي صح، ده أنا بفعل مواردي، ده أنا بستخدمها. يبقى مسألة الغاز، وده على سبيل المثال، مش هكلمك زي ما كنا امبارح بنتكلم على مع الدكتور خالد في هندسة بترول بني سويف على مسألة حورس واحد وحورس اتنين، وإزاي هذه الأقمار الصناعية بتكشف حجم الموارد الطبيعية اللي موجودة في باطن الأرض المصرية زائد المية إلخ إلخ إلخ. لا، بمنتهى البساطة هقول لك أدي الغاز بس. بسبب الغاز بس، وده إجراء أو قرار أو تفعيل لإرادة أو استخدام أمثل للموارد الطبيعية، عملت حاجة اسمها منتدى شرق المتوسط، وجبت شركات كبيرة جدا عشان تبدأ تنقب عن الغاز في هذه المنطقة وغيرها من المناطق بالمناسبة. فمصر أصبحت بعد ما كان عندها فجوة طاقة، بعد ما كانت وصلت للأسف أنها رجعت تستورد غاز تاني، تصبح الثانية عربيا بين مصدري الغاز المسال. بس كده؟ لا، والخامسة عالميا بين مصدري الغاز المسال لأوروبا. حالا نفهم بقى أكتر على القصة دي من أهل الاختصاص. دكتور رمضان أبو العيلة، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي، أهلا بيك يا دكتور رمضان. والله أنا مستمتع جدا بالكلام اللي أنت بتقوله يا أستاذ يوسف. والله الله يخليك يا دكتور، والله ده شرف ليا، ربنا يخليك. خلينا إحنا بقى نستمتع ونستزيد من علم حضرتك في النقطة دي، لأنك أهل التخصص يا دكتور. ربنا يخليك. أنا الحقيقة هاخد معالجة هذا الموضوع بشكل دولي أكثر، ثم نعود إلى مصر إذا سمحت لي حضرتك. يا ريت يا فندم، اتفضل. الحقيقة أهم ما تعكسه بيانات يوروستيت الأوروبية للإحصائيات أن هناك مكاسب، طبعا في أرقام عديدة وبنستنتج منها أن هناك دول حققت مكاسب عديدة نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، وهناك أيضا بعض الدول التي تكبدت خسائر فادحة. ومن المنظور الدولي الخاسر الأول والوحيد نتيجة هذه الحرب هي جميع دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. فيما يتعلق ببريطانيا باعتبارها خارج منظومة الاتحاد، تكبدت بعض الخسائر وفي نفس الوقت حققت بعض المكاسب نتيجة تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب بقيمة حوالي 8.3 مليار يورو. فيما يتعلق بقى بالدول التي حققت مكاسب، ودي بقى مفاجأة، بيأتي على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية اللي صدرت غاز مسال بقيمة 48.4 مليار يورو، وبسعر يبلغ 7 أضعاف ما كان عليه قبل الحرب. وهنا هتوقف عشان اعود لمصر ثم اراجع الموقف الدولي. احنا كنا بنستورد غاز بقيمة 3 مليار دولار سنويا، يعني لو لم نحقق الاكتفاء الذاتي قولا واحدا كنا هنتكلف ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا للوفاء باحتياجاتنا المحلية، وده طبعا كان ممكن يسبب كارثة طبعاً للاقتصاد المصري. ولكن تحقيقنا للاكتفاء الذاتي، وبعدين هعود بقى للتصدير لان الحمد لله احنا دلوقتي بنصدر. نعود مرة اخرى
الدول التي حققت مكاسب قلنا الولايات المتحدة الأمريكية، ثاني الدول برضو مفاجأة، ثاني دولة حققت مكاسب نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية هي روسيا نفسها، لأنها صدرت غاز بقيمة 47.6 مليار يورو عبر الأنابيب، وغاز آخر عبر الغاز المسال و31.4 مليار يورو بسعر يبلغ 4 أضعاف ما كانت تصدره قبل الحرب الروسية الأوكرانية. ده بشكل كده عام عشان ندي للمشاهد تصور للدول اللي حققت مكاسب والدول التي حققت خسائر أو تكبدت خسائر. حلو. الحقيقة الحمد لله مصر استطاعت أن تأخذ قطعة من تورتة الغاز المسال، لأن احنا لا ليس لدينا خطوط أنابيب تربط مصر بأوروبا، ولكن لدينا مصنعي الإسالة في إسكو في إتكو وفي دمياط اللي بتعمل إسالة للغاز قبل تصديره إلى أوروبا. والحقيقة احنا برضو حققنا مكاسب، لأن احنا صدرنا بما لا يقل عن 12 مليار دولار أو حوالي تقريبا يعني 8 مليار يورو. طبعا الغاز اللي احنا صدرناه ده طبعا دخل جزء منه للموازنة العامة للدولة، وإحنا جينا في المرتبة الخامسة، لأن زي ما قلنا كان الولايات المتحدة ثم روسيا ثم قطر أنجولا ثم مصر هي خامس دولة على مستوى العالم وثاني دولة عربية. طب ده كلام مهم جدا يخليني هسأل يا دكتور، احنا احتمالات زيادة صادراتنا من الغاز الى اوروبا واردة ولا تتوقف عند هذا الحد؟ وان كانت احتمالات الزيادة واردة تصل الى قد ايه بتقدير مبدئي لسنة 23 مش العام المالي 22-23؟ هو انا هجاوب على سؤال حضرتك، هو اهم الهدف من سؤال حضرتك ما يمكن تحقيقه من مكاسب. صح. بالعملة الصعبة تحققه مصر وتخفف الأعباء عن المواطنين. أنا هقول لحضرتك هكلمك في نقطتين. النقطة الأولى أن تحقيق المزيد من الاكتشافات في المياه العميقة والضحلة في شرق المتوسط، وتم الإعلان عن بعض تلك الحقول، وإن شاء الله تدخل في الخدمة في غضون مثلا سنة أو سنة ونص بالكثير. ده طبعا هيزود ما تحققه مصر من مكاسب. النقطة الأخرى وهو تفكير خارج الصندوق، وأعتقد من البرنامج بتاع حضرتك اللي مصر كلها بتشوفه، أنا هقول لحضرتك بعض الأرقام اللي ممكن مصر من خلالها تحقق المزيد من العملات الصعبة. لو احنا قلنا ان احنا بنستهلك سنويا حوالي 62 مليار متر مكعب من الغاز، الكهرباء بتستهلك منه 60%، يعني حوالي 37 مليار متر مكعب. المنازل تستهلك منها حوالي 40%، يعني 14.8 مليار متر مكعب. لو عملنا مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء، وعلى سبيل المثال اي منزل يوفر 50% بديله بونس او بديله ديسكاونت، لو انا عملت كده هوفر حوالي 7 مليار متر مكعب، دول قيمتهم حاليا لا تقل باي حال عن 18 مليار دولار، ممكن دول يدخلوا في الموازنة العامة للدولة. ودي مبادرة من خلال حضرتك أرجو أنها يتم يعني وضعها في الاعتبار لدى الحكومة المصرية. يا ريت احنا فعلا لو عملنا كده هتفرق كتير جدا. 18 ده أظنه تقريبا المبلغ اللي احنا محتاجينه في ظل الظروف الراهنة. أنا بشكرك جدا 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 دكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة الدولي.